كنتي كتشوفيني عفا بنتي جي عندي انا مزاوقه في كبنيتي. خفت عليها غدا يكرفسوها غدا تولد دريه تقرقاب غدا تولي تشمكر مادام بيتها خارج الدار ديالها واي حاجه تقدر ديرها. انا سميتي لارويش رشيده من مدينه الدار البيضاء. كنقلب على بنتي مؤيد ايمان اللي اختفات دابا 18 يوم من حدا المدرسه. ما خليت فين قلبت عليها، ما خليت الكوميسيريات، ما خليت السبيطارات، ما خليت السبيت، ما خليت حتى بلاصه فين قلبت عليها. ناضت مع الصباح فترات كما ديما، مشات للمدرسه ورجعت مع 12 يعني تغدات في العشيه تاني مشات مع جوج ونص طرقتها صاحبتها مشات هي وياها. الدريه دخلت المدرسه وبنتي ما دخلتش المدرسه. ما الاستاذه فاش مشينا نقلبوا عليها فاش تعطل الحال ومشينا نقلبوا عليها ما قالوا لي راه الدريه راه ما جاتش. لا انا ما كنتش في الدار، كانت غير اختي اللي طيبت لهم الغداء وصيفطاتهم للمدرسه. مشيت السبيطارات، مشيت للسبت، ما خليتش في نقلب عليها السبيطارات الكوميسيريه. كل مره غدا الكوميسيريه ما تعطاتني على حتى شي خبر. بيني وبين عاديه عاديه في قرايتها. لا لا بالعكس ما كنضربهاش بزاف قليل، وراه اي واحد اي واحد كيضربوا والدي، اي واحد كيهضروا مع والدي باش ما يغلطش. حيت حنا كون ما هضروش معنا والدينا وقالوا لنا والدينا هاد ديروا هاد ديروا حتى حنا كون غلطنا ما عرفتش درنا. هي مريضه واحد شويه كتجيها واحد الحاله كدير العنق هذيك هي الحاله اللي كتجي وعينها كتبقى دير لهم بحال هكاي. هذيك هي الحاله اللي فيها عندها حاله عصبيه ولكن في حياتها طبيعيه. انا هذا الشيء هذا اللي تزادت بنتي ما عرفتش كيفاش الدريه من المدرسه للدار من المدرسه للدار ما كتخرجش لا خرجت كتجلس غير عند الباب. انا ما عرفتش كيفاش طارت بنتي من حدا المدرسه عدت 13 سنه. هي ما كطلبش فوق من الطاقه ديالها، وانا يا مني راجل ومني مراه وخدامه كندير غير الميناج على وليداتي باش ما نخلي حتى حاجه محتاجاهم. وايمان اي حاجه بغاتها كتاخذها، واللبس المغير كتلبسو ايمان، ما مخصها حتى شي حاجه. ما عرفتش اختي انا ما عرفتش سولت حتى واحد ما عطاني على شي خبر. ما مشيناش اختي ما عنديش ما نكذبش ما عنديش لا حتى في اليوتيوب ولا حتى في الفيسبوك، وتسنيت حتى واحد ما عيط ليا ولا قال ليا شفتها فشي قنت واخا يكذب عليا. كل نهار كندور الدار بيضا كامله، ما خليت حتى قنت ما قلبت عليها فيه. كنت مغادا في الطاكسي وكنقول غدا نلقاها فشي قنت ولا غدا تبان ليا فشي بلاصه. والبارحه نزلت من الكرويله وتبعت الدريه تطلت لها على وجهها. خفت عليها غدا يكرفسوها غدا تولي الدريه تقرقاب غدا تولي تشمكر مادام بيتها خارج الدار ديالهم اي حاجه تقدر ديرها. هادشي انا مناش خايفه، بغيت غير نقول لا كان شي واحد شاف بنتي ولا عليها شي خبار يعيط لينا الله يرحم ليه الوالدين. وكنقول لك بنتي ايمان الا كنتي كتشوفيني رجعي عند ماماك ايمان كما كنتي، رانا كنتعذب بنيتي، رانا ما خليت في قلبت عليك غير رجعي كما كنتي انا قابله عليك كما كنتي كما كنتي. انا كنهضر معاك انا امك، عيطي لي وجي عندي كما كنتي يا ايمان. الله يرضي عليك بنيتي، راك عارفه شحال قاسيت عليكم وشحال تعذبت وشحال صبرت على قبل باش ما تضيعوش نتومايا. وانت بنيتي باغا تضيعي راسك حشومه على كلشي اللي كديري فيا ايمان. الا كنتي كتشوفيني عفا بنتي جي عندي انا مزاوقه فيك بنيتي. ولا اللي شاف بنتي الله يرحم ليه الوالدين اتصل بينا. الله يرحم ليكم الوالدين اخوتي. كنشوف الدريات غاديين للمدرسه وهازين شكايرهم كنتالم كل ساعه كنشوف فيها شي دريه غادا للمدرسه. ايمان بنتي الا كنتي كتشوفيني رجعي، راه امك مسكينه راه مريضه وخوك جداك امي راه مريضه ورا ما كنخليهاش مسكينه في قلبت عليك، ورا كل مره طيح علينا في الزناقي. عافاك بنيتي الا كنتي كتشوفيني راه رجعي، راه رايا راه مسكين غادي يتسطى عليك انت اللي مربياه. الا كنتي بنيتي كتشوفيني رجعي عندي وردي عليك بنيتي. انا كنت تكوى راه الماكله ما كناكلهاش، راه الناس ما كنشوفوش، رانا غادي نتسطر، رانا بحال شي مسطي وليت في الزناقي.
الله يرضي عليك بنيتي كمنتي. انا كنقولها وكنعاود نقولها لك ايمان، كيما كنتي راجعي الا ما بغيتيش تبقاي هنا ما نبقاوش هنا، فين ما بغيتي نمشيو نمشيو، الا ما بقيتيش باغا تبقاي في الدار البيضاء ما نبقاوش فيها، غير رجعي ونمشيو. لا كنتي كتشوفيني ولا شاف شي حد بنتي، الله يرحم ليكم الوالدين يعيط لينا، الله يخلي الله يجازيكم.